نحن رجالنا ونساؤنا وأطفالنا يفكرون بخطف جنودكم وخطف مستوطنيكم في كل مكان. ووصل ذروته في العملية البطولية التي قامت بها كتائب القسام بأسر المستوطنين الثلاثة في الخليل. عام على عملية إعادة الإخوة، ماذا أرادت حماس تحقيقه؟ خلال العملية تم توقيف أكثر من 400 فلسطيني، أكثريتهم من رجال حماس، ولا تزال الاعتقالات مستمرة. تمكنت إسرائيل من اعتراض المئات من نشطي حماس، وتمكنت من توجيه ضربة اقتصادية موجعة لهذه الحركة في منطقة يهود والسامرة. أرادت حماس شل مواطني دولة إسرائيل، لكن هؤلاء صمدوا وأفشلوا المحاولات البائسة لهذا التنظيم الإرهابي.